طيب اول خطوه اسويها اذا جيت بسوي اسبريسو اللي هي المطحنه، توجه المطحنه اطحن القهوه، لكن على اي اساس اطحنها؟ على اي درجه اطحنها؟ لو فرضنا ان عندنا مطحنه درجات الطحن فيها تتراوح بين 1 إلى 10، عادة طحنة الإسبريسو الممتازة بشكل عام يعني من 2 إلى 4 تقريبا، لا هي بذيك الناعمة جدا جدا ولا هي بخشنة، تميل للنعومة أكثر. طبعا هذه عندنا اللي هي طحنة الإسبريسو درجتها أنعم بشكل واضح من الأمريكان كافي. في عندنا القهوة التركية برضو تكون أنعم بشكل أوضح من الإسبريسو. في عندنا القهوة العربية تكون أخشن بشكل أوضح من الأمريكان كافي. نبدأ الآن نطحن، تكون أوضح إن شاء الله بشكل عملي. أول شيء لازم نعرف إن عندنا باسكت سنجل شات وعندنا باسكت دبل شات. اللي عندنا هذا سنجل دبل شات، السنجل عادة يتراوح ما بين 7 إلى 12 جرام، الدبل ما بين 14 إلى 22 جرام. عندنا هذا 18 جرام، عندنا هنا 18 في الميزان الموضح. تتم عملية التوزيع أولا، من ثم الضغط بدرجة معقولة، نقدر نقول 15 كيلو، لا ما تصير قوية مرة ولا يعني معقولة. احنا ذكرنا وقت ما نطحن القهوة ان الطحنة المناسبة للقهوة ما بين 2 إلى 4 اذا كانت عندنا المطحنة 10 درجات. شلون نحكم اذا هي فعلا احنا وصلنا للدرجة الكويسة او لا؟ اذا نزلنا الاسبريسو في خلال 24 إلى 32 ثانية فإحنا في الرينج المعقول نوعا ما. وطبعا لازم نعرف أول شيء ريشو الإسبريسو. الإسبريسو 1 جرام إسبريسو يقابله 2 جرام إسبريسو نازل موية نازلة، وعندنا فيه الريستريتو اللي هو جرام إسبريسو يقابله جرام موية، في عندنا اللونجو جرام إسبريسو يقابله 3 جرام موية.